لهؤلاء الأطفال وشدوا العزمة على مساعدتهم. كنحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الوطني للإعاقة. الهدف من هذا الاحتفال هو أننا نكرموا مجموعة ديال النساء اللي كيهتموا بأطفال ذوي صعوبات التعلم، ذوي جميع أنواع الإعاقات، وكنتشرفوا حنا كجمعية أننا نكرموا هذا النوع من النساء. والحفل اليوم هو تيحضروا فيه مجموعة من الفعاليات النسائية، وطبعا حتى مجموعة من الإخوة والأهل اللي جاوا باش يساندوا المرأة، مجموعة من الدكاترة، مجموعة من الأخصائيين النفسيين، مجموعة من المهتمين بالحقل التربوي وكذا المهتمين بالإعاقة في المغرب. كنحتفلوا بالأمهات اللي كانوا واقفين بجنب وليداتهم، داكشي علاش اختارينا أننا نحتفلوا بهم تحت شعار أمهات أطفال ذوي صعوبات تعلم مسيرة تحدي ونضال. فعلا هاد النساء هما يعني شجاعة اللي كيتوصفوا بها ما يمكنش يعني ما يمكنش نوصفوهم بأكثر من هذا. واليوم احنا بغينا نقدموا لهم ولو عمل بسيط جدا اللي يخليهم يتم المجهودات ديالهم اولا، ونخليهم يعني يقدروا يصابروا ويواصلوا. كذلك احنا معنا مجموعه من الاخصائيين النفسيين، عندنا يعني عاملين في مجال الاعاقه، عندنا ناس اللي هما الاولين كانوا ساعدوا هاد الامهات بحيث انهم كانوا كيطرقوا الابواب وما تفتحش لهم في الاول. هاد الناس اللي كانوا هما سباقين، يعني جمعيات اخرى ورؤساء جمعيات اخرى تما كانوا سباقين، تما اثرنا الا اننا نكرموهم هذا اليوم هذا باش يكون تكريم شامل ليس فقط لهذه النساء ولكن كل عامل في هذا المجال.